مرحبا. أهلين مدام لونا، كيفك؟ تمام. تفضلي. طمني مدام لونا، كله طبيعي الحمد لله. لو سمحتي بدي اسحب بلازما، فيني؟ طبعا، بس ارتاحي دقيقة شوي. شكرا. شعرك ممتاز، امورنا بلوجه. الف الحمد لله، واخيرا رجع شعري تقريبا مثل ما كان بعد العلاج الكيميائي. اسيلونا، فيني اسالك ليش عطوك هيك جرعه؟ المفترض كل شيء راح بالجراحه. ايه مزبوط، بس يعني الدكتور اصر اني اخذ هدول الاربع جرعات للوقايه. ما هيك يعني انا ماني مقتنع. على كل الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا. تفضلي مدام لونا. شكرا. ولك مجنونة، معقول تفكري إني ضحكت عليكي؟ خلصيني، ارجعي للعيادة. آسفة طولت؟ عادي. على فكرة رشاد، انت لازم تجيب هذا الجهاز تبع فصل البلازما. اذا انا ومرتك كتير عم بتلبك بالموضوع.
بس أنا ما بدي فوت بقصة سحب الدم، متعبة شوي. حدا اشتكى لك؟ طيب مثل ما بدك تصطفل، بس معلش نمشي لأنه أنا كتير مستعجلة، بعد ما أخلص بدي روح على السوق أجيب أغراض طبخ وروح على البيت وأطبخ، مشوار كتير طويل. ماشي، بس بدك تديري بالك من قصة الحقن، تحديدا لما تمشي تحت الشمس. ايه بعرف، لا تخاف. لك ابو ربيع، شو قصتك؟ شو قصتك انت؟ خير. شو خير؟ الخضرة مو ظابطة بالمرة. لا يا مدام، الله يسامحك، تازة الله وكيلك، شغل النسوان من امبارح المساء. هلا ابو ربيع لا تشتغل فيني، شلون تازة؟ إذا البقدونس خشن والنعناع دبلان والبيت انشان معسقل والبامية منقورة، إيه إنه تازة؟ إذا ما عندك أحسن منه روح شوف خضرجي تاني. لا طولي بالك يا مدام، طولي بالك. أنا رح أبعتك مطرح ما بيشتغلوا النسوان ونقي على كيفك. هيك ها أبو ربيع؟ إيه. شلونك ابو ربيع؟ هاي طلبيه اليوم جاهزه، تفضل. اسلم والدين. يا لطيف، شو بنت حلال. عمي خدي المدام معك وخليها تنقي البضاعه اللي بدها اياها. لا لا انا ما بدي اليوم، قصدي بعدين، بعدين بمرق. اي على راحتك مدام، بكره عندي خضره تازه. ها اي خلص لكان، بلكي بمرق بكره ان شاء الله. شكرا ابو ربيع، الحقيني. اسمعيني نوال، مدام جوزك عم تكلم بس مالي عم رد عليه. طيب بغض النظر، نحن لازم نقعد ونحكي. أنا ناطرتك بالجدانة القريبة من هون، ضروري تجي نوال. إيه؟ هلا هي كل الطلبية يا نوال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ليش واقفة عادي؟ ما فيني اقعد. هلا بتقولي البنات برغي عند ابو ربيع؟ عادي انا بحكي لك معه، لازم نحكي ونتفاهم. عادي شو اللي بدك تفهميه؟ بدك تفهمين فهمانتي، لولا هيك ما كنت جبتيني لنحكي هون. قديه لك عم تشتغلي بالورشة؟ بعد ما تركت عيادة زوجك بشي شهر. رشاد حاول يتصل فيكي ويرجعك معه؟ أنا بعرف إنه أنت ما عم تردي عليه. ما زالك بتعرفي ليش عم تسألي؟ ما بعرف. سؤال غبي ما؟ هلا انتو كلكم النسوان اللي بخونوكم زواجكم تتغابوا هيك؟ على كل انا ما كان قصدي. وانتي المفروض تفهمي انه انا لو عندي شيء ما كنت لقيتيني هون. اسمعي نوال، انا مو بس بحبه لرشاد، نحن علاقتنا كتير خاصة. انت بتعرفي انه انا كنت مريضة سرطان وتعالجت،
وبفترة علاجي رشاد حبني، وبفترة علاجي رشاد طلب يتزوجني. بتعرفي هذا الشيء؟ مزبوط، بعرف. بعرف إنك مجرد تسلعي، بعرف إنه ما حبني قد ما حبك أكيد. يعني يمكن كنت حستك شوي. أنتي ما بتعرفي لرشاد أبداً. رشاد مانو تبع تسلاي، أصلاً هو شغله كله مع النسوان، يعني لو بده يتسلى بيقدر يكون كل يوم مع وحدة. ما شاء الله عليك يا عقلانية، ما زال هيك ليش جايبتني لهون؟ يعني قصدي ليش بدك يعني نحكي؟ صدقيني نوال أنا ما بعرف، أنا تفاجأت إني شفتك اليوم. لا ستي، أنت جاي لحتى تبيضي صفحته ولحتى تتأكدي إنه ما بيلاحقني. طيب بدك الصراحة؟ أنا جبتك لساعدك. عن جد بدك تساعديني؟ حلي عني، أنت وياه حلو عني. خلص لا توبي من توبكم ولا توبكم من توبي، شو بدك؟ أختي أنا وحدة هيك بتفهم الأمور، هيك عادية، سكرتيرة، دكتور متزوج حب يعمل علاقة مع هاي السكرتيرة اللي هي صغيرة، عادي. شو بدك أكتر من هيك كمان؟ يعني هلأ زوجي هو اللي غلطان كل الغلط وأنتي مالك علاقة بشي؟ لا أنا ما هيك قصدت، بس قصدت إنه لا تتصالحوا على حسابي. بعدين حاجة تعملي علي دور المرأة العاقلة يلي مو هامها شي، لا تقنعيني بهذا الدور. وقلك شغلة، حياتك لو انك مطمنه 1% ما كنتي بتجيبيني لهون ولا بتحكي معي. طيب خدي، انا لقيت حل مناسب. شوفي رسائله، شوفي كم مره متصل فيني مالي راده. بدك حل احسن؟ رح تقله قدامك، رح خليكي تسمعي كل الحكي باذنيكي. ها جلسة الرتوش؟ يعني تقريبا بعد شي 15 يوم. كتير مو؟ يوم من ساويون 10 نكر في مرتي. بكرة جاي اعمل فيلر لتمي. الافضل انك تجي متأخرة شوي. فكر لوقتها. باي. الو، اهلين ابو ربيع. لا ليكني بالصيدليه. يلا يلا ما بطول. لا لا ما بطول، ان شاء الله بجيب اغراضي وبجي. مع السلامه. شو كان بدي اقول لك؟ هدول الاغراض اللي عند ابو ربيع لا تنسي تاخدي منهم، لانه شغلي انا. ايه وطبخي له. نوال بدي اسألك، لازمك شي؟ سلامتك. مصاري لازمك؟ سلام. نوال ترجعي تشتغلي بالعيادة؟ بصير درتك تقبلي؟
نعم حبيبتي. ايه رشاد كيفك؟ انا بالجنينة عم غير جو، تعال خدني. خير فيكي شي؟ لا لا ما فيني شي، انت ادبدك وقت لتصير عندي. شي 10 دقايق. يلا لا تطول ناطرتك. ما بعرف إذا هالبنت ظلمتني ولا أنا ظلمتها ولا رشاد اللي ظلمنا نحن التنتين. يا ربي دخيلك ليه هيك حكيت للمخلوق؟ للأسف معها حق، بكفيني أعمل دور المرأة الغبية بس لأني مو حابة أصدق أنه رشاد فعلاً عم يخوني. لا نحية اللي حكيتها وقعت معه، بركي هيك توجه رشاد على حقيقته. شغلة واحدة صرت متأكدة منها كتير منيح، إنه رشاد هو علاجي الوحيد، ومع إني عم انجبر كل فترة إني اهتم ببطلة جديدة بحياته بس برجع بنجح وبتنتهي القفلة عندي أنا وهو بدون ولا بطلة منه.